فيكم رجعنا ننزلوا منزل الجهال الصغار ولا يلا 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 ما عاد ينزلوا يلا نزل ما عاد الحمد لله على سلامة يا محمد سلام الله الحمد لله على سلامة الذي حصل هو انه نزلت الاولاد يعني حوالي الساعة 12 لان في عندنا عرس هنا فنزلنا جميعا من البيت ولم اشر الساعة 41 دقيقة الا عندما ضرب البيت بالصاروخ فالحمد لله على سلامة الارواح البيت والاثنين والثلاثة لم يهمني هو كبير هاني جاغري هاني كلمة يا هاني اي كلمة في ساعات متأخرة من الليل حوالي الساعة الثانية تماما تم قصف منزلنا الذي كان منزل وديوان لم يكن منصة صاروخية كما ادعى العسيري ولم يكن مخزن لأسلحة ولا مقر لحوثيين ولكن هذا قدر الله وما شاء فعل ولله الحمد والشكر سنظل صامتين وصابرين ومنزلنا كبقية المنازل فداء لليمن وللشعب سلامتك يا اخي اهلا وسهلا يا بايا عبد الله جارك اقطع جوجيك يا حق الخايسنا ولا جارك راس الصاروخ ايه قدام تخبط ويحسب عليك على